معاك عن كرة القدم العالمية، وخصوصا بقى ان الفترة دي يعني الدوريات الأوروبية كلها مشتعلة، الإيطالي والإسباني والإنجليزي، نبتدي منين فيهم؟ أنا بحب أبتدي دايما بالدوري الإيطالي، أنا مشجع إيطالي عتيد. زي الفل زي الفل. شفنا امبارح إنتر ميلان بيكسب كالياري 4-0، بيحتل صدارة الدوري بعد ما كان نابولي وإيسي ميلان بيتشاركا الصدارة. الصدارة المشتركة ما بين الاثنين، كان الاثنين لحد أول 10 جولات كسبانين 9 ماتشات ومتعادلين مباراة وحيدة فقط. شفنا نابولي بيقع قدام إمبولي في مباراة غريبة جدا. باي ذا واي، نابولي شاط 30 كرة على الجون، دي إحصائية إنه ده أكتر عدد تسديدات على المرمى من ساعة ما بدأت منظمة أوبتا للإحصائيات، من ساعة ما بدأت تجمع الداتا بتاعة الدوريات الخمسة الكبرى. ده أكبر عدد تسديد على المرمى، 30 تسديدة من نابولي وما جابوش ولا جون. إمبولي كسبت 1-0. عشان ينزل من المركز الأول الأسبوع اللي قبل الماضي، ينزل المركز الثاني، إيسي ميلان يحتل الصدارة. إيسي ميلان بيتعادل مع أودينيزي 1-1 عشان ينزل مركز ثاني، وانتر ميلان يعتلي الصداره ونابولي ينزل مركز رابع. يعني تبديل وتوافيق يعني. بعد ما كان الاول بقى الرابع، اتلانتا الثالث، اسي ميلان الثاني، انتر ميلان الاول. فرق النقاط حتى انتر ميلان 40 نقطه، اسي ميلان 39، اتلانتا 37، نابولي 36. فالفروقات قريبه جدا في الدوري الايطالي الموسم ده، وشايفين عندنا ارقام قياسيه جديده بتتعمل.